وللمزيد من المتابعة مشاهدينا الكرام ينضم إلينا عبر الهاتف السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق. أهلا بحضرتك سعادة السفير. أهلا بحضرتك يا فندم. إذا هي زيارة هامة، يعني جرت من خلالها مباحثات هامة جدا ومتابعة للتنسيق المشترك بين البلدين في كافة المجالات وعلى كافة الأوجه وفي ملفات عربية وإقليمية عديدة جدا. ما هي خصوصية هذه الزيارة من وجهة نظر حضرتك؟ يعني أعتقد أن نستبشر خيرا بهذه القمة المصرية الجزائرية في القاهرة اليوم، وهي حضرتك بتوفر قاعدة انطلاق لمرحلة جديدة للعلاقات المصرية الجزائرية، تلك العلاقات التي تعود جذورها إلى عقود مضت كانت فيها تلك العلاقات صورة من الصور البراقة من التعاون العربي والتعاون المصري الجزائري من أجل تأمين المصالح العربية والمصالح المصرية والجزائرية في شمال أفريقيا. نعم. الآن طبعا في تجارب مشتركة بين البلدين، سواء تجارب دبلوماسية أو تجارب حضرتك في مكافحة الإرهاب، كل من مصر والجزائر من الدول العربية والدول الأفريقية التي عانت من الإرهاب لكنها نجحت في دحر الإرهاب وفي دعم الدولة الوطنية، وكذلك نجحت في احتواء الفكر المتطرف. ودي من القضايا والملفات اللي هتكون دائما حاضرة في أي اجتماعات بين مصر والجزائر بمختلف مستوى على مختلف المستويات. هذه القمة قمة بتأتي في وقت في نحن مسيس الحاجة لتعزيز العمل العربي المشترك بصفة عامة، ولتعزيز التعاون بين القوى العربية المؤثرة على مجريات الأحداث وبصفة خاصة مصر والجزائر في شمال أفريقيا وفي العالم العربي. ففي شمال أفريقيا كما أشار السيد الرئيس هناك تعاون نأمل في تعزيزه وترسيخه في المستقبل، تعاون بين البلدين في مكافحة الإرهاب في شمال أفريقيا وفي دول الساحل وفي أفريقيا. كذلك حضرتك في التعاون بين البلدين والتشاور المستمر بينهما بالنسبة للملف الليبي وبالنسبة لتقديم كل أشكال الدعم السياسي لتونس في المرحلة السياسية الدقيقة التي تمر بها الآن. طبعا هناك ملف العلاقات الثنائية، لكن كما أوضح السيد الرئيس في المؤتمر الصحفي المشترك مع ضيف مصر الكبير فخامة الرئيس عبد المجيد تبون، نتوقع انعقاد اللجنة العليا المشتركة بين البلدين برئاسة رئيسي الوزراء في مصر والجزائر، وكذلك آلية التشاور السياسي المنتظم على مستوى وزيري الخارجية في كل من مصر والجزائر. طبعا العلاقات الثنائية علاقات حضرتك يعني كانت علاقات على مختلف الأصعدة السياسية وأكاد أكود أيضا الاستراتيجية في فترة ما والاقتصادية والاستثمارات. أعتقد في هناك يعني إدراك من قبل القيادتين السياسيتين كما تجسد في قمة اليوم في إعادة تنشيط هذه المسارات. ومما لا شك فيه أن انعقاد اللجنة الوزارية العليا المشتركة بين البلدين هتكون حضرتك رافعة لتعزيز هذا التعاون في المجال الاقتصادي والاستثمارات. طبعا هناك أيضا التعاون بين البلدين في الملفات الأفريقية. الدبلوماسية الجزائرية لها حضور ولها تأثير قوي في أفريقيا، ونأمل أنه آلية التشاور السياسي بين مصر والجزائر تناقش كيف يمكن السبل الكفيلة بتعاون دبلوماسي مصري جزائري في دفع الأجندة الأفريقية. كما يعني اسمحي لي أشير أنه في موضوع في غاية الأهمية أيضا في إطار التعاون بين البلدين في السياق العربي، ألا وهو أن الجزائر ستستضيف القمة العربية المقبلة إن شاء الله خلال الأشهر القليلة القادمة. والمباحثات اليوم القمة المصرية الجزائرية
تناولت هذا الموضوع وجدوى الأعمال هذه القمة، وكذلك من ضمن القضايا الملحة والقضايا المطروحة في الساحة العربية الآن هو عودة سوريا إلى جامعة الدول العربية. أنا أعتقد هذه قمة في تقديري قمة بتمثل انطلاقة جديدة للعلاقات المصرية الجزائرية، بما سيعود بالفائدة على مصالح البلدين وعلى الأمة العربية قاطبة. نعم، شكرا جزيلا لك السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، كنت معنا في نشرة الثالثة.